최정의 스파이 내 남파인놈 إنهم جذابون وشجعان وأذكياء ووطنيون، وهم فوق كل ذلك يتقنون لغات عدة ويبدون كمن لا خوف عليهم من الموت. هكذا بدت السينما في كوريا الجنوبية تصور الجواسيس الكوريين الشماليين بعد سنوات طويلة على إظهارهم بصورة المجرمين عديمي الرحمة. وهؤلاء الجواسيس التابعون لأكثر أنظمة في العالم انغلاقاً وشمولية يصورون في هوليوود على أنهم إرهابيون لا رأفة عندهم. أما في سينما كوريا الجنوبية فتختلف الصورة منذ سنوات قليلة، إذ أن هؤلاء الرجال باتوا يصورون على أنهم ضحايا الأزمة السياسية التي تعيشها شبه الجزيرة الكورية منذ نهاية الحرب عام 1953. وهذه الأفلام التي لم يكن يتصور أحد إنتاجها قبل 20 عاماً مثلاً تلاقي نجاحاً كبيراً، وخصوصاً في أوساط الشباب الجنوبيين الذين لا يحملون ذكريات النزاع الدامي مع نظام بيونغ يانغ الشمالي. يعمل المخرج كيم كيدوك حائز جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية على فيلم بعنوان ريد فاميلي، يتتبع حياة مجموعة من الجواسيس يمرون لدى عائلة عادية في الجنوب. ففي الزمن الماضي كان تصوير جاسوس شمالي على أنه شخص جيد يستوجب عقوبة بحكم قانون الأمن الوطني، وقد أوقف المخرج ليمان هي ودفع غرامة في العام 1965 لأنه صور جنود كوريا الشمالية على أنهم مثيرون للشفقة والرحمة، لكن الأمور تغيرت كثيراً منذ ذلك الحين.